لتحليل أوفى بينضم إلينا من رام الله سيد جهاد حارب الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك سيد جهاد. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور سيد جهاد. يعني قبل أن يبدأ منتصف النهار نحن نتابع الأخبار المتلاحقة وما حدث في منطقة جنين تحديدا. هذه المنطقة جنين أعتقد بأنها الآن أصبحت تقوم إسرائيل بتسويتها بالأرض، بتدمير البنية التحتية، الكهرباء، عربات المواطنين، يعني ادعاءات بتقول بأن هناك عبوات ناسفة. لماذا تفعل إسرائيل أو القوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الفعل في هذا التوقيت قبل أيام من عيد الأضحى؟ هذا نموذج مصغر عما تفعله في قطاع غزة. هي تحاول تدمير أقصى ما يمكن من بنى تحتية في مدينة جنين ومخيم جنين تحديدا منذ صباح هذا اليوم، لتحميل أعباء جديدة على المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية في هذه المدينة والمخيم. ويبدو أن عمليتها مستمرة من أجل القيام بذلك ومن خلال عملية التدمير، سواء للبنية التحتية كما شاهدنا شوارع المخيم وجزء من شوارع مدينة جنين، وأيضا المركبات، تدمير بعض المركبات وبعض المنازل أو المنازل الشخصية، حتى يجعل الاحتلال الإسرائيلي أن الأثمان مرتفعة لدى المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي ترتدع أو تمنع إمكانية استمرار الحاضنة الشعبية أو استمرار المجموعات المسلحة. صباح هذا اليوم اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والدة أحد المطاردين، صحيح، للضغط عليه من أجل تسليم نفسه للاحتلال الإسرائيلي. هذه وسائل تستخدمها الحكومة الإسرائيلية للعقوبات أو لفرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتنكيل بهم بغض النظر عن مكانتهم أو دورهم في مقاومة أو عدم المقاومة. لذلك هي تستهدف الكل الفلسطيني، وكل سكان مدينة جنين ومخيمها اليوم هم مستهدفون من قبل الاحتلال الإسرائيلي وممتلكاتهم أيضا الشخصية. طيب يعني سيد جهاد، أعلنتها إسرائيل بأنها منطقة عسكرية، يعني القصف متواصل تقريبا من 12 ساعة وسيستمر القصف على هذه المدينة. ما المراد منها؟ المراد منها تدمير منطقة جنين أم على حد تعبيرهم أنها معقل لحماس؟ هي ليست معقل لحماس، هي هناك مجموعات مسلحة متعددة تتشكل من حركة فتح ومن حماس ومن الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وغيرها من المجموعات المسلحة، وهذه نتجت لأن إسرائيل لم تقم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستمرت بإجراءاتها على مدار 20 عاما الماضية. وعلى ما يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ذاهب لعملية تدمير كما جرى، أو على الأقل بشكل آخر لما جرى في مخيم جنين عام 2002، والتي قامت بتهديم وتدمير أغلب المنازل والمنشآت الموجودة في المخيم في الانتفاضة الثانية. ويبدو أن إسرائيل تتجه بهذا الاتجاه من أجل أيضا كما قلت قبل قليل لتدمير الحاضنة الشعبية للمقاومة. مع ذلك ستبقى هذه المقاومة وستعود من جديد، قد تتراجع قليلا قدرات المقاومة بعد عمليات واسعة وكبيرة لقتل المقاومين الفلسطينيين. طيب على الناحية الأخرى، على الناحية الأخرى سيد جهاد، يعني احنا بنتحدث اليوم عن مفاوضات وعن أن حماس أبدت مرونة في هذه المفاوضات وإيجابية على حد تعبير المحللين أو على حد تعبير حماس ذاتها. لماذا إسرائيل مستمرة في هذا العدوان الغاشم في نفس التوقيت مع مد يد السلام كما تدعي؟ هل هو ادعاء كاذب أو محاولة للتضليل ومراوغة العالم للاستمرار فيما يفعلون في جنين أو غيرها؟ إسرائيل تريد فرض أمر واقع في جنين أو في الضفة الغربية منفصلة عن قطاع غزة، وهذا ما تريده، هذا من ناحية أولى. ثانيا هي لا تأبه لأي مفاوضات. على سبيل المثال في 6 مايو الماضي وافقت حركة حماس على الورقة المصرية، لكن كان رد نتنياهو باقتحام واجتياح مدينة رفح، ولذلك
لا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يأبه للمجتمع الدولي أو للمبادرات المختلفة التي تساعد على الوصول إلى اتفاق. وإن قامت حركة حماس بالموافقة بدون أي شروط أو أي تعديلات على قرار مجلس الأمن أو المبادرة الأمريكية، ستذهب إسرائيل والحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتدمير أي إمكانية للوصول إلى اتفاق. طيب يعني طيب نعم نتنياهو سيد، يعني هناك مقاربة في ذهنية لدي الآن، لما بتتحدث يعني سيد جهاد عن فكرة أنه هو لا يوجد سلام، الهدف الرئيسي هو تدمير يعني المنطقة بالكامل، سموتريش على الصعيد الآخر أعطى أحقية أو أعطى شرعية لأن يقوم ببناء 63 أعتقد مستوطنة إسرائيلية انتزعها من أهلها، هل بتعتقد بأن ما يقومون به الآن من عملية تسوية غزة بالأرض وجنين بالأرض هي في الفترة القادمة سنرى إحلالها بمستوطنات غير قانونية يهودية؟ دعينا أقول أن منهج نتنياهو وأيديولوجيته هو قائمة على عدم وجود الفلسطينيين، وأن الوجود الفلسطيني هنا طارئ، ينبغي أن يتم التعامل مع الفلسطينيين بثلاثة طرق. الأولى تهجير الفلسطينيين، وهنا إما من خلال التدمير وزجهم عنوة إلى الخارج أو من خلال ترغيبهم وفتح باب الهجرة. ثانيا أن يكون الفلسطينيون مستسلمون للاحتلال وبالتالي يخضعون خضوعا كاملا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، أو الموت للفلسطينيين. حاول في قطاع غزة في بداية الحرب واعتبرها فرصة تاريخية بتهجير المواطنين الفلسطينيين، لم يستطع، وهذا لعوامل متعددة، منها الفلسطينيون غير راغبين بالهجرة، وثانيا السياسات المصرية التي سدت هذا الباب أمام نتنياهو، والموقف من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري طبعا المواجه لهذه السياسة، والتي رفضت رفضا باتا التعامل مع سياسة الحكومة الإسرائيلية، لذلك ذهب بعنف أكبر لقتل المواطنين الفلسطينيين لأنه يريد الوصول إلى المرحلة الثانية، وهو قتل الفلسطينيين، أي أن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، ومن يبقى من المواطنين الفلسطينيين عليهم أن يخضعوا للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاحتلال الإسرائيلي بما في الاستيطان. ولذلك هناك حركة واسعة داخل المستوطنين وخاصة داخل أحزاب اليمين الفاشي التي يقودها سموتريتش بن غفير لإعادة البناء الاستيطاني في قطاع غزة، وهي تريد العودة إلى المستوطنات التي أجليت منها أو انسحبت منها عام 2005، وهي تتعلق بأفضل الأماكن الزراعية وهي المطلة في أغلبها على البحر، وبالتالي السيطرة على مصادر الرزق في قطاع غزة وعلى مناطق السياحية في قطاع غزة، بالإضافة إلى الهيمنة العسكرية على الفلسطينيين. هذا هو المنهج الذي يقوده نتنياهو، وهذا ليس حديثا. من يعود إلى تصريحات نتنياهو في عام 1994 ووصوله إلى الحكم في عام 1996 يرى أن المنهج لم يتغير لدى نتنياهو، وهو منهج إحلالي. نعم سيد، وضحت الفكرة، وضحت الفكرة. أشكرك سيد جهاد حرب، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من رام الله.